بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. اليوم نتكلم عن الريحان، هذا النبات الرائع جدا الوفي للإنسان، المحمل بالفوائد العظيمة جدا. استخدم الريحان أجدادنا منذ مئات السنين في الجمال وفي الشفاء. دعونا اليوم نتعرف على الريحان بشكل جيد ونفهم فوائده لجمالنا وصحتنا وتغذيتنا. هذا هو شكل الريحان الطازج، وهذه ثماره، وهكذا تكون ثماره. طبعا في الدول العربية تؤكل، وخصوصا في المغرب وتونس والجزائر وسوريا تؤكل الثمار، وهي عظيمة النفع جدا ومن عجائب الدنيا للتجاعيد من عجائب الدنيا. هذا شكل، وهذا شكل ورقه، هكذا شكل الأوراق. طبعا الريحان أنواع، يوجد أنواع كثيرة من الريحان، وكلها تعتبر تقريبا من فصيلة واحدة، الريحان والآس والحبق والباتشولي، الحبق الأسترالي، كلها تعتبر متقاربة في الفائدة والاستخدام. الريحان استخدمه أجدادنا كمقوي للجهاز الهضمي والعصبي، وهو ممتاز جدا للأرق وللقلق، وفيه مادة الأوجينول الرائعة جدا للصداع. زائد الريحان رائع جدا لمشاكل الجهاز الهضمي، ما في أروع منه، ما في أحسن منه. ممكن نأكل ثماره، ثمار والأوراق نمضغها، أو نقوم بعمل شاي لطيف منها، فهو عظيم النفع للأمعاء. زائد بأنه يعيد التوازن للأس الهيدروجيني بالجسم بالأمعاء وبالبشرة. الريحان فيه أوجينول واسترونيلول ولينالول، هذه المواد الثلاثة الموجودة في الريحان الطبيعي العضوي تقوم بدور فعال جدا في علاج التهاب الأمعاء وبنجاح تام، ولذلك استخدمه أجدادنا منذ مئات السنين. الريحان استخدمه أجدادنا للروموتيد، للروماتيزم، لالتهاب الأمعاء، للصداع، للقلق، للحمى، للسعال، لالتهاب الحلق وللزكام بنجاح تام. وإلى الآن أغلب شعوب الأرض تستخدم الريحان في هذا الإطار وبشكل آمن. الريحان آمن تماما، وخصوصا عند استخدامه طازجا وباعتدال. الريحان طارد للطاقة السلبية، ويتم استخدامه في إزالة السحر، وخاصة السحر المأكول عند كثير من شعوب الأرض. الريحان يستخدم لإزالة السحر المأكول، آثار السحر المأكول بنجاح تام، وخصوصا من يوفقه الله ويحصل عليه طازجا وعلى ثماره، يأكل ثماره، فإنها عظيمة النفع لاكتساح أثار السحر المأكول بقدرة الله تعالى، وسنقول لماذا. يستخدم أكلا أو كالشاي وتبخيرا لطرد الطاقة السلبية ولإزالة الأرواح الشريرة من المنزل ومن البدن ومن النفس، فهو معزز للطاقة الإيجابية بنجاح تام. الريحان فيه نوعين من مضادات الأكسدة،
التي العجيبة جدا، مضادات الأكسدة الموجودة في الريحان تذوب في الماء. سبحان الله، مضادات الأكسدة الموجودة في الريحان من عجائبها أنها تذوب في الماء، ولذلك يستفيد منها الكبد جدا ويطرد آثار السحر المأكول ويزيل السموم من الجسم وينتزعها انتزاعا تاما، وخصوصا من يوفقه الله ويحصل على ثماره طازجة وأوراقه طازجة ويمضغها ويعمل شاي، فإنه سريع وعظيم في النفع بقدرة الله في هذا الإطار وانتزاع السموم من الكبد ومن الجسم. الريحان فيه نوعين عجيبين من مضادات الأكسدة الرائعة الفائقة الجودة، واللذين يذوبان في الماء. الأول اسمه أوريجين، والثاني اسمه فيسينينار. المضادين الأكسدة هذين قلت يذوبان في الماء، من أحدى مقويات المناعة على الإطلاق، ولا يقلان أهمية عن حبة البركة. سبحان الله، ولا يقلان أهمية عن بذور العنب والرمان، بل يتفوق الثمار الريحاني والريحان عليهم بأشياء كثيرة أخرى، أنه يستهدف الكبد وينظفه تماما. إذا أخذنا ثمار الريحان، وورقه طازجا ودقيناه وأضفنا له زيت السرو أو ورق السرو، زيت السرو أو ورق السرو، وزيت اللوز المر أو نواة اللوز المر، أو زيت المشمش، أو زيت الكرز، فإنه مجرب جدا في اكتساح التجاعيد على الإطلاق وسريع الفائدة والنتيجة بقدرة الله تعالى. فإذا حصلت على ورق الريحان وثمار الريحان، دقيهم بورق السرو أو ورق الصنوبر، دقيهم وضعي عليهم زيت لوز مر إن كان متوفرا، فإن لم يتوفر فزيت السمسم، دقيهم وادلكي فيهم وجهكي مرتين ثلاث مرات كل يوم عدة أيام لمدة 21 يوم، فإنه عظيم النفع جدا بقدرة الله تعالى للبشرة، وعجب عجب. الريحان منظف للبشرة من الأعماق، ينظف البشرة من الأعماق حتى الأدمة، وخاصة أيام دقة ورق الريحان وثماره مع خشب الصندل أو زيت اللوز المر أو ماء الورد، فإنه عظيم النفع لإشراقة البشرة. زيت الريحان زيت جبار في اكتساح الكآبة والقلق وضعف الشخصية والحزن، أو تناول ثماره فإنه يزيل القلق، يزيل الكآبة، يزيل الطاقة السلبية بسرعة عجيبة. سبحان الله، وخصوصا إذا أخذنا أيضا ورقه ومزجناه مع المعطرشة والبردقوش أي المرددوش وشربناه كالشاي، فإنه عظيم النفع جدا في اكتساح الكآبة والحزن والقلق والوسوسة بقدرة الله تعالى. أجدادنا قبل ظهور المستشفيات، قبل أن يصير هناك مستشفيات وقبل أن يظهر الطب الحديث، كان أجدادنا يستخدمون الريحان لتنزيل السكر. كانوا يستخدموه لتنزيل السكر. لماذا كانوا يستخدمون لتنزيل السكر؟ لأن الريحان
ورقه وثماره وأغصانه وحتى جذوره تجعل السكر ينطلق في الجسم ببطء. ولذلك الذي اللي معه سكر طال عمركم طال عمرك طال عمرك عنده سكر ويشرب الريحان وثمر الريحان او ياكله السكر ما يرتفع عنده ارتفاع مفاجئ قطعي، ما يرتفع السكر ارتفاع مفاجئ عنده، ما يخلي السكر يرتفع بشكل مفاجئ ابدا. هذه من عجائب الريحان، سبحان الله، روح وريحان، سبحان المجيد ربنا الواحد الاحد الذي من على الأمة العربية بالريحان وجعله في كل الدول العربية. كما أن الريحان إذا شرب كالشاي يكتسح الشحوم الثلاثية والكوليسترول والتجاعيد وينظف الكبد تنظيفا عظيما. أو أكل ثمره وورقه، أو أكل ثمره أو ورقه أو منهم شيء. الريحان يساعد جدا بإعادة البي اتش للبشرة. إذا أخذت ثمر الريحان والصقعة، إذا أخذت ثمر الريحان ثماره ودقيتيه مع ورقه مع قليل من خل التفاح، فإنه ينتزع الوسخ من البشرة انتزاع، سبحان الله. زائد يزيل النمش والكلف والتجاعيد. اللي عنده احتباس سوائل، اللي عنده احتباس بالسوائل يجريب يرمه بطنه بينتفخ، نقول له ماذا؟ نقول له اشرب الريحان مع العرعر، فإنه عجب عجب. الله أكبر. يا واحد عنده احتباس سوائل، رجليه بيرموا، ايديه بطنه بيتنفخ من منقول له اشرب عرح، اغلي العرعر مع الريحان وثمر الريحان، وكل ثمر الريحان، اغلي ورق الريحان مع العرعر واشربهم، وكل من ثمر الريحان هذا ثمره، فإنه عظيم النفع لاحتباس السوائل ولإزالة نفخة البطن واضطرابات البطن كافة بنجاح تام. طبيعي بيو عضوي فيه الخير والبركة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليكم جميعا بالحصول على الريحان الطازج. أخواني أخواتي اللي بده الريحان طازج حاليا لفترة مؤقتة، لأنه الآن موسم يعني الطازج، نرسله له بالبريد السريع DHL. أي واحد يعيش بدول الخليج أو أوروبا أو أمريكا أو الدول الأفريقية الغير عربية ويريد ريحان طازج مثل هذا مع ثماره طازج، موجود عندنا وشحن DHL بالسريع بالبريد السريع، شحن جوي سريع فوري يصل طازج، هو وإكليل الجبل والمريمية والعرعر والمعطرشة وحشيش الليمون، كل هذا الطازج نرسله له طازج، بعده أخضر طازج تأخذه وتستفيد منه مباشرة، بدل ما تضيع فلوسك على الخرابيط وعلى الفناجين وعلى تبديل كاسات، خذي منه وكلي انت وعيالك وحطي على وجهك يا زين، وارسل لك حزمة كبيرة كذا تاخذيها وتاكلي انت وعيالك اسبوعين ثلاث منها، وتاخذي وتدقي وتحطي على وجهك وتستفيدي مني انت وعيالك، وللسكر ولكل شيء وللبطن، ما في ازين منه تبارك الله عليك. بناتي العزيزات اللي تبغاه طازج، هو اكليل الجبل، العرعر، المريمية، اللي كله طازج، المعطرشة طازج، ارسلك اياه، ارسله ليك بالDHL سريع فوري،
واللي تبغى البلميط المنشاري طازج، اللي عنده بروستات، اللي عنده مشاكل أبو عوز كذا موجود. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح لنا بالعلم وأن يعلمنا ما ينفعنا في دنيانا وفي قبر وآخرة. أخواني أخواتي، رابط متاجرنا تحت الفيديو، والهاتف تحت الفيديو، والواتساب تحت الفيديو، والروابط كلها تحت الفيديو. الله يحييكم ويانا، نشدكم الله سيدي مولاي ربي مشاركة الفيديو بالواتساب، وأحببناكم في الله فأحبونا فيه. شكرا لكم جميعا. أبو عبد العزيز العشاب طالب، أنا لا أقول بروفيسور ولا طبيب ولا عالم، أنا طالب علم متواضع لله، طالب علم في علم الأعشاب والزيوت الطبية وعلم الروحانيات الشرعي الذي لا يغضب ربنا سبحانه وتعالى. اتقوا يوما تعودون فيه إلى الله، اتقوا يوما تعودون فيه إلى الله. أحببناكم في الله فحبونا فيه، اذكرونا بخير عند الجميع، وشاركونا الفيديو بالواتساب. الله يرحمكم الوالدين. شكرا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وفيكم.